بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا دائما لا ينتهي ولا ينقطع أبدا، ولا تحصي له الخلائق عددا، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيد أنبيائه والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين. أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المسابقة القرآنية الوطنية الثالثة التي يقيمها مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة. أبتدئ في هذه الحلقة كالعادة بالترحيب بالأساتذة في اللجنة التحكيمية، وأبتدئ بالترحيب من الأستاذ وسام عبد السادة، حكم مادة الصوت. حياكم الله جميعا أستاذ حسن والأخوة المتابعين، تقبل الله أعمالكم. كما أرحب بالأستاذ حيدر الخزاعي، حكم مادة النغم. مرحبا بك سيدنا الكريم، حياكم الله. جميل الترحيب بسماحة الشيخ الدكتور أحمد نور الدين التركماني، حكم مادة الوقف والابتداء. حياكم الله وبياكم وبالمشاهدين جميعا، وبارك الله فيكم. حياكم الله. أرحب أيضا بالدكتور السيد حسين الحكيم، قارئ ومؤذن العتبة العلوية المقدسة وحكم مادة قواعد التجويد. حياكم الله أستاذ حسن، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. أحبتي المشاهدين، الآن نستمع إلى تلاوات القراء الذين سيشاركون معنا في هذه الحلقة، وهم كل من القارئ علي فيصل قاطع الساعدي من محافظة بغداد، والقارئ محمد علي قتاد الحسيني من النجف الأشرف، والقارئ علي حسين جبير من محافظة المثنى. إذا نستمع إلى هذه التلاوات، لكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. أهلا بكم أحبتي المشاهدين من جديد، وصلنا لنستمع إلى قراء هذه الحلقة، ونبتدئ بالقارئ علي فيصل قاطع الساعدي من محافظة بغداد، والذي سيقرأ علينا من سورة الأنبياء المباركة من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 6 من الصفحة 322، فليتفضل مكللا بأطيب الدعوات والصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم
أفتأتون السحر وأنتم تبصرون يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم أهلكناها أفهم يؤمنون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والمصدقين. أحبتي المشاهدين، شكرنا وتقديرنا إلى القارئ علي فيصل الساعدي على هذه التلاوة والمشاركة معنا. الآن أنتقل إلى الأساتذة في اللجنة التحكيمية لنستمع إلى الملاحظات حول هذه التلاوة. أبتدئ من الدكتور أحمد نور الدين التركماني حكم مادة الوقف والابتداء. ما شاء الله الأخ علي فيصل قراءة متقنة من حيث الوقف والابتداء، رعى فيها الوقف على رؤوس الآي، وقف على قوله تعالى لاهية قلوبهم الذي هو فيه علامة وقف قلى، يعني الوقف والوصل جائز لكن الوقف أولى. نعم. كما وقف على إلا بشر مثلكم في صلاة الذي هو الوقف والوصل جائز لكن الوصل أولى لقصر النفس طبعا. نعم. شيخنا إذا أوصل في صلاة هل يحاسب؟ عفوا إذا توقف؟ نعم يحاسب لأنه النفس له دور طبعا. نعم. كذلك في قلاء إذا لا، القلاء لا يحاسب لأن الوقف أولى، لكن نحن دائما نقول للمتسابقين أنهم يراعون في مسألة صلاة وقلاء، وطبعا ليس له حكم يعني لا يأثم بهذه المسألة. نعم. لكن بما أنه هذا اختبار وهي مسابقة فالمفروض المتسابق يعني يعتاد على طول النفس، يعني يتمرن. نعم. ويعتاد حتى لا يقف على ما لا يعطي معنى أو يعطي معنى ناقصا، هذا الأولى في حقه. نعم. وكذلك في قوله تعالى عندما يعني لقصر النفس وقف فليأتنا بآية، طبعا هو جيد ثم عاد فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، لكن الأفضل أن يعتاد على طول نفسه حتى لا يقع في مثل هذه المسائل، وبارك الله فيه ونفع الله به الإسلام والمسلمين. نعم. شكرا للأستاذ الدكتور أحمد نور الدين على هذه الملاحظات. أنتقل إلى ملاحظات قواعد التجويد من الحكم الأستاذ الدكتور حسين الحكيم. كل التوفيق للقارئ علي فيصل من محافظة بغداد على هذه التلاوة الطيبة المباركة، ما شاء الله عليه. لكن بعض الأمور البسيطة جدا كانت في التلاوة وهي لا تضر بعمومها. نعم.
مسألة الاعتناء أكثر فأكثر أخ علي في مسألة صفات الحروف، وأخص بالذكر الاستعلاء والاستفال. نعم. حاول أن تولي اهتماما كبيرا للحروف في مسألة الاستعلاء والاستفال والتفريق فيما بينهما. ومسألة أخرى هي الاعتناء في حرف الراء، يوجد عندك في حرف الراء لكنة لكن بسيطة جدا، فبالتمرين حاول أنه تتخلص من عدها بشكل صحيح. نعم. شكرا للدكتور حسين الحكيم. الآن نستمع إلى ملاحظات مادة النغم مع الأستاذ حيدر الخزاعي. أهلا وسهلا ومرحبا بالقارئ علي فيصل من بغداد. كانت بدايته بمقام الصبا مناسبة لتصوير الآية التي قرأها، حزنا وتحسفا على ما فات الإنسان من غفلة وما شابه هذا التعبير، لكن ما يأتيهم خرج عن مقامه الأول خروجا واضحا بجملة لا صلة لها بالمقام الأول وهو مقام الصبا، أراها تمتد إلى المقام الثاني وهو اللامي ولا تمتد إلى المقام الأول، وعليه أن يتزن بهذه الوصلة حتى يجعل الانتقال بين المقامين الأول والثاني من عالم المقدمة إلى التوسط منسجما تماما. سميت بالوصلة لأنها تربط بين مقامين بعيدين. نعم. هكذا. نعم. وما تأتيهم خرج بهذه الجملة خروجا واضحا وهي غير منسجمة كما ذكرت مع المقام الأول، استقر على مقام اللامي وكان أداؤه في جوابات اللامي على درجة الدشت كانت جيدة وجميلة، خصوصا أن هناك العروبات المنغمة والضمضمات الصوتية كانت لطيفة جدا. انتقال بعيدة كذلك من مقام الدشت إلى مقام الماهور أو كما نسميه العجم، هناك بعد واضح بين هذه الانتقالة، أيضا عليه أن يحسن الانتقال بوصلة أو يختار مقاما أقرب للمقام الذي كان يقرأه به. نعم، العجم كان جيدا وملمعا ببعض القفلات الجميلة، هناك قفلات لديه مطولة لعدم السيطرة على الجملة، بحاجة إلى إتقان حتى يرتكز على القفلات بشكل واضح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويرعاه. شكرا لكم أستاذ حيدر. أستمع إلى ملاحظات الصوت من الأستاذ وسام عبد السادة. نعم، حياكم الله. نعم. بالنظر إلى تلاوة الأخ العزيز علي فيصل، كتحليل لصوت الأخ علي فيصل من الأصوات الجميلة المتوسطة، أتى بأداء سليم، وأنا دائما أفضل الأداء السليم على الأداء الإبداعي. نعم. يعني على القارئ أن يتأكد من سلامة الأداء قبل أن ينتقل إلى مرحلة الإبداع، فهذا الشيء يحتسب إلى الأخ القارئ العزيز. نعم. أتى ببعض الانعطافات الصوتية، أتى ببعض العرب، وهذا ما يدل على أن لديه مرونة في صوته وأن صوته من الأصوات الجميلة. نعم. غير أننا لم نسمع جمل في منطقة الجواب ولا في منطقة القرار. نعم. أن أداءه كان محصور في أوكتاف واحد. أتمنى له التوفيق إن شاء شكرا الله. لكم أستاذ وسام. أحبتي المشاهدين، الآن ننتقل لنستمع إلى تلاوة القارئ الثاني معنا في هذه الليلة، وهو القارئ محمد علي قتاد الحسيني من محافظة النجف الأشرف، والذي سيقرأ علينا من سورة سبأ المباركة من الآية 1 إلى الآية 4 من الصفحة 428. فليتفضل مباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب أحسنت وبارك الله بك. شكرا للقارئ محمد علي قتاد من محافظة النجف الأشرف على هذه التلاوة والمشاركة الطيبة. نستمع الآن إلى الملاحظات من الأساتذة في اللجنة التحكيمية، وأبتدئ بأستاذ الصوت الأستاذ وسام عبد السادة. نعم تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا إلى تلاوة الأخ العزيز محمد علي قتاد، نعم، والذي أبدع صوتا في هذه التلاوة حقيقة، نعم، ومن القراء الذين شدوا انتباهي في هذه المسابقة. بدأ التلاوة بالقرار العميق، ومن ثم في جملة واحدة أتى بالقرار والتوسط والجواب في جملة واحدة، واستطاع في كلمة واحدة أن يقطع أوكتاف كامل، نعم، أي 8 درجات أو 7 درجات نزولا، وفي كلمة أخرى استطاع أن يصعد تقريبا 6 درجات. نعم. ينزل، يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل من السماء، والسماء أيضا صعد فيها. من الأصوات الجميلة. نعم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. نعم. وما ينزل من السماء. نعم. من الأصوات الجميلة جدا، وتعبيرنا الأصوات المليحة. ممكن أن يأثر بالمستمع بكل سهولة، ممكن أنه غير قاصد، لكن مجرد ما المستمع يستمع إلى صوته يتأثر بهذا الأداء. نعم. غير أن لديه قليل من الإخفاقات، حصلت لديه مشاكل في الارتكاز، وحصلت لديه مشاكل في سرعة الأداء في بعض المواضع، مما سبب تداخل في العرب الصوتية أو تداخل في التنغيم. أستاذ حيدر يوضح أكثر إن شاء الله.
فيحتاج أنه يرتكز أكثر في الأداء، يحتاج أنه يقلل من السرعة ويهتم بتفاصيل التلاوة، لأن صوته جميل فيحتاج يهتم بالأداء أكثر فأكثر. نعم، وقارئ متميز وقارئ مبارك محمد علي قتاد، وخامته أيضا جميلة جدا يعني. بالضبط، من الأصوات الجميلة اللي شدت انتباهي في هذه المسابقة، ولو عند القرار كلش قوي بحيث يعني بالضبط. مخيف، والجواب أيضا الجواب أيضا قوي، غير أنه لم يأتي بالجواب كاملا يعني كان فرق درجتين أو درجة لوصوله إلى الجواب، لم يكمل الجواب. نعم، نتمنى له التوفيق. شكرا للأستاذ وسام عبد السادة. الأستاذ حيدر الخزاعي، نستمع إلى الملاحظات. نعم، تحية طيبة عطرة للقارئ محمد قتاد الحسيني من النجف الأشرف، بارك الله به وفيه وله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. بدايته كانت بالأنفاس الأولى من البيات جميلا ومرتكزا جدا لطيف، الثاني استقر به ليختم به التلاوة، اختصرها حتى ينتقل إلى التوسط البيات أيضا، محولا التلوين تلوين النغمة نغمة البيات بسلم كامل، لكنه حصل لديه تون وخروج عن النغمة. نعم، وعدم ارتكاز في القفلة. هذه المجازفة في المسابقات غير محمودة، لكنه قد أتى بما يستطيع، جزاه الله خير الجزاء. شيء أكيد، هو قد تدرب على ما أعتقد على النص حتى يأتي بهذه الأداء، بهذا الأداء الجيد. نعم، انتقال مسرعة إلى مقام الحجاز، كنت أتمنى يبقى على مقام البيات حتى ينطيني قراراته، لكنه أجاد في قرارات مقام البيات وتصوير نغمة الحجاز عفوا على درجات القرار في الحجاز. نعم. تلوين موزع حسب السلم النغمي كما أشار أخي وزميلي صاد وسام في مادة الصوت، ذلك جاء بتصوير الآية تصويرا لطيفا، وهو النزول والصعود والتلاعب الصوتي حتى يعطي لنا أبعاد نغمة الحجاز بهذه الشكلية الجميلة. استمعنا إلى قرارات مقام الحجاز، انتقل أيضا إلى مقام النهاوند، لكنه بهذه الانتقال رافقه خلل الإيقاع كما ذكر وأشاد أخي، لأن سرعة التلاوة في وسطها وآخرها لا تشبه بدايتها، وهذا معاب على القارئ، يجب أن يتزن من الاستعادة حتى التصديق. الأحكام هي الأحكام. نعم. حركتين، وإن ما كانت هي حركتين، إذا كانت بالتصديق وإذا كانت بالاستعادة. أستاذ حيدر، سمعنا صدق الله العلي العظيم. نعم. كانت شوية بها يعني فد مشكلة. نعم، كان خلل واضح. هي صدق الله العلي العظيم. نعم. داخل ضمن التلاوة لو. أنا أحكي من الاستعادة للتصديق. ها. نعم. نعم. ما يقوله أجده هنا في الورقة والقلم وأعطي الملاحظات التامة الكاملة عليها. نعم. شكرا أستاذ حيدر. شكرا جزيلا. نستمع إلى الملاحظات من الأستاذ الدكتور أحمد نور الدين. تفضل أستاذ. الأخ الفاضل محمد بارك الله فيه، من حيث الوقف والابتداء يعني هو أحسن يعني في عموم قراءته، لكن عندي بعض الملاحظات على قراءته. من هذه الملاحظات أنه في البداية عندما قرأ الحمد لله الذي هذا ثناء على الله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأول الحمد، فالمفروض ها هنا في الآخرة لا يقف، فيها علامة جيم طعم التساوي الوقف والوصل، لكن هو ثناء كامل. نعم. وهو طبعا يمتلك نفسا وصوتا يعني نفس طويل، فيستطيع الأولى والأحسن أن يصلها وهو الحكيم الخبير تامة. نعم. تكون طبعا، لكن هذا أنا ما أنقصت منها يعني من درجتي. ثم هنا يعني بارك الله في المسألة الثانية، عندما قال وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ووقف. نعم. هنا هذه العلامة الأولى أن يصلها بالي. قل بلى وربي، لأن هذا جواب. نعم. ثم وقف عالم الغيب، ربما يعني سكت أو وقف في لا تأتينا ساعة، ثم عالم الغيب، ثم قال عالم الغيب لا يعزم عنه، فالأولى كان يقرأ وقال الذين كفروا ويقف عالم الغيب حتى جواب الذين كفروا. نعم. وكذلك وقف مضطرا في قوله تعالى هنا ولا أصغر من ذلك لقلة نفسي، وباقي القراءة ما شاء الله يعني راعى فيه الوقف على رؤوس الآية، نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد. نعم، شكرا لكم دكتور أحمد على هذه الملاحظات. نستمع إلى الدكتور حسين الحكيم. كل الشكر والتقدير للقارئ السيد محمد علي قتاد على هذه التلاوة المباركة. تلاوة جيدة كانت، تنقصها بعض الأمور البسيطة جدا. يرجى الانتباه من القارئ إلى مسألة الاتكاءات على الحروف الساكنة،
لا تتكئ على الحرف الساكن، أعطيه زمن الحقيقي زمن السكون وأخرج من عنده، حتى شنو ليصير عندك اتكاء ومكث على الحرف أكثر من استحقاقه. نعم. الأمر الآخر هي مسألة حرف العين في كلمة يعلم ويعرج ويعزب، هذين الكلمات كان فيها حرف عين ساكن، لم تكن الصورة واضحة لحرف العين بشكل مطلوب كما بيناه في الحلقات السابقة. نعم. يجب أن يكون مشتملا على مخرج العين الصحيح وصفة البينية اللي موجودة، وأيضا أنه قلنا لا ينقطع به الصوت. سيدنا عند هذه النقطة، أغلب القراء يقعون في العين. نعم. وخصوصا الساكنة. نعم. كم تخصم منهم إذا أخطأ في هذا؟ نصف درجة، هذا يعني لحن خفي عن كل موطن نصف درجة. نعم. نشكر السيد حسين الحكيم حكم قواعد التجويد على هذه الملاحظات. أحبتي المشاهدين، وصلنا وياكم للاستماع إلى آخر تلاوة في هذه الحلقة من قبل القارئ حسين علي جبير من محافظة المثنى، لكن بعد هذا الفاصل انتظرونا ولا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أحبتي المشاهدين من جديد، وصلنا للاستماع إلى تلاوة القارئ حسين علي جبير من محافظة المثنى، وهو القارئ الأخير في هذه الليلة، والذي سيقرأ علينا من سورة إبراهيم المباركة من الآية 18 إلى الآية 21 من الصفحة 257 والصفحة 258، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا
صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والمصدقين. شكرا للقارئ حسين علي جبير من محافظة المثنى على هذه التلاوة المباركة العطرة. أحبتي نستمع إلى الملاحظات وأبتدئ من الأستاذ حيدر الخزاعي حكم مادة النغم. نعم، كل الحب والشكر والتقدير للقارئ حسين علي جبر أو جبير من محافظة ذي قار. بداية الاستعاذة والبسملة بيات فيها إحساس وتصرف، والنفس الثاني بيات تركي تصرف في بناء الجملة لكنه لم يحكم القفلة، وهذا محاسب محسوب له من ناحية له عليه وعليه أن يتأكد من إتقان القفلة كونه تصرف في تلميع المقام وتلوين الجملة. بداية هذا الأداء الجميل الذي جاء في البيات المشرق يسمونه بيات تركي كان جيدا ومناسبا للتصوير. انتقل منه مسرعا إلى مقام الحجاز مدمي. هناك ملاحظة زوائد لفظية استمعنا لها، وهذا يدل على خلل واضح في بناء الجملة النغمية. ذلك هو الضلال، ذلك هو الضلال تصرف نغمي مناسب. بعدها انتقل متصرفا إلى نغمة الصبي بتصميم جميل منسجم مع مقام المدمي. عرضت لكم هذه الزوائد اللفظية التي قالها بدءا في قوله تعالى وبرزوا لله جميعا مثلا، فهل أنتم تبعا، خروج له من الإيقاع بشكل واضح. فهل مغنون، هذا الطول الذي سيعلق عليه حتما زميلي السيد الحكيم في قواعد التجويد، أيضا هو خرجه مما فيه من بناء نغمي واضح في الجملة النغمية. الملاحظات الجمالية والسلبية اختصرها بهذا الشكل. بداية اختيار البيات تركي المشرق جميل ومنسجم للآية، لكنه لم يتقن الارتكاز على القفلة. نعم، الإسراع بالانتقال من البيات إلى الحجاز مدمي لكنه بلا ارتكاز، تصرف جيدا في استعراض الخطوط الجوابية الجمل الجوابية في المدمي ملمعا إياه بمقام الصبي وغيره من المقام. لم يلتفت إلى تصوير هذا المقام في النقط المنخفضة من الصوت، أتمنى شوي يلتفت على صوته في الجانب المنخفض حتى يعطي لنا تصويرا أفضل وأجمل في القرارات. نعم، شكرا لكم أستاذ حيدر. الآن ننتقل إلى الأستاذ وسام عبد السادة. نعم تفضل أستاذ. شكرا جزيلا للأخ القارئ حسين علي على هذه التلاوة الطيبة. الأخ حسين صاحب صوت جميل وقوي من الأصوات القوية الرخيمة، والذي كان يحاول أن يستعرض صوته بشكل قدر الإمكان. بصورة عامة التلاوة كانت على وتيرة واحدة، ابتدأ التلاوة بطبقة عالية وهذا شيء غير محبب صوتيا ولا ذوقيا، ذوق المستمع لا يحبب هذا الشيء. وأيضا طبيا أو صحيا لسلامة الحنجرة لا يجب البدء بهكذا طبقة، يجب البدء بطبقة أقل وأن يحافظ القارئ على الاسترخاء قدر الإمكان. ولذلك لم نسمع قرار لهذا القارئ ولم نسمع أيضا جواب عالي، على الرغم أنه صوته كان واضح أنه لديه الإمكانية أن يأتي بطبقات أعلى لكنه توقف ضمن أوكتاف أو أقل من أوكتاف واحد. لديه مرونة عالية لأتى بالعرب الصوتية الجميلة وإن شاء الله نتمنى له التوفيق. نعم أستاذ وسام شكرا لكم. الآن أنتقل إلى أستاذ الدكتور الشيخ أحمد نور الدين. تفضل أستاذ. الأخ الفاضل حسين علي بارك الله فيه، من حيث الوقف والابتداء أحسن على وقوف رؤوس الآي هنا في قوله تعالى في يوم عاصف كان الأولى أن يصل، لأن هناك أربع كلمات ليس فيها لا مدا لازما ولا واجبا، يعني استطيع بنفسه، الآية قصيرة، ثم هو وقف على شيء ومن شيء والأرض بالحق وتساوى الوقف، طبعا هذا وقف جيد. هنا عندما اضطر إلى أن يقف فهل أنتم أعطى معنى قبيحا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم، يعني فهل أنتم لنا تبعا، هكذا أعطى معنى، وهذا حقا كان الأفضل أن يقف إنا كنا لكم تبعا للطرار ثم يبدأ إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون منا من عذاب الله شيء. فالأفضل كان هنا يعني أن يراعي هذه المسألة.
وكذلك وقف على قوله تعالى لهديناكم، كان الأفضل يعني قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أن صبرنا. نعم. فأرجو منه إن شاء الله في المرات السابقة أن يراعي هذا الشيء. أما في مجمله فكانت القراءة متقنة من حيث الوقف والابتداء ووفقه الله تعالى. نعم، شكرا لكم جناب الشيخ الدكتور. الآن أنتقل إلى الدكتور حسين الحكيم لنستمع إلى الملاحظات التي سجلها. كل الشكر والتقدير للقارئ العزيز حسين علي جبير على هذه التلاوة المباركة. هناك أمور كانت تنقص هذه التلاوة وهي لا تقلل منها، ولكن هي أمور تكميلية. مسألة الفصاحة، يجب أن يتحلى القارئ بفصاحة الحروف وتخليص كل حرف عما يشوبه من شوائب تمنع من توضيحه وبيانه بشكل واضح. الأمر الآخر، مسألة المدود، لم تتساوى المدود بشكل دقيق. كان هناك مدود طبيعية كثيرة زائدة عن حدها، كما في عاصف عندما وقف عليها وغيرها. يجب أن تتساوى المدود سواء كان مدا طبيعيا مع المد الطبيعي أو كان مدا منفصلا أو متصلا اللي هو أربع حركات، أن تتساوى جميع المدود بمدة زمنية واحدة. الأمر الآخر والأخير هو مسألة المكث. نعم. يجب أن يراعيها الأخ القارئ، لا تمكث على الحروف الساكنة ولا على الحروف المدية بعد إكمال الزمن مالتها وتروح للهمزة. هذا الألف لا توقف عليها لأنه يوقعنا في مشاكل أنه تكون غير قراءتنا. في أي كلمة هذه سيدنا؟ وردت عندنا في سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، وردت. نعم. وأيضا اتكاءات عدة على الحروف الساكنة، فهذه يجب أن يتخلص من عدها لأنه في المسابقات يعني كثير تأخذ من عنده درجات، فحاول أنه قدر الإمكان يتخلص من عدها. نعم، شكرا لكم جناب السيد الدكتور حسين الحكيم. أحبتي المشاهدين، بعد أن استمعنا إلى التلاوات في هذه الليلة وصلنا إلى فقرة معلومة قرآنية نستمعها من أستاذ الصوت والتنغيم القارئ أسام عبد السادة البصري. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله على سبيل الإيجاز والفائدة سنتكلم هذه الليلة عن موضوع مهم للقراء جميعا والمؤدين الذين يستعملون أصواتهم كالمنشدين والرواديد أيضا. موضوع المساحة الصوتية موضوع جدا مهم، والكثير من الأخوة المؤدين لا يعلمون أو لا يحيطون دراية بهذا الموضوع. مصطلح المساحة في علم الرياضيات هو حاصل يتكون أو من جزئين، يعني حاصل ضرب جزئين، يعني نعم، طول وعرض. فبالنسبة للصوت أيضا هناك محور طولي والمحور العرضي. المحور الطولي يسمى بالمدى الصوتي أو يسمى بالارتفاع الصوتي. نعم. والمحور العرضي يسمى بالانتشار. فبالتالي المساحة الصوتية تتكون من محورين، محور انتشار الصوت والذي يبدأ بالأصوات الرفيعة وينتهي بالأصوات الغليظة أو الرخمة، والمحور الطولي أو المدى الصوتي والذي يبدأ بالأصوات المنخفضة وينتهي بالأصوات العالية أو الرفيعة جد عفوا العالية جدا، يعني نعم، التي يعني يتمكن من الاتيان بالجوابات. فبالتالي بالعادة أنه على القارئ أن يعرف مساحته الصوتية. شنو السبب؟ السبب حتى أنه يفصل تلاوته على هذا الأساس. إذا يعرف أنه صوته ما يمكنه أن يأتي بالجوابات فيبني تلاوته على المدى الناصي أو المدى القليل. نعم. ما يبني تلاوته على الجوابات العالية، بالتالي تصير عنده مشاكل وتكلفات في الجوابات العالية. نعم، أعتقد أشرتم إليها جناب الأستاذ في بعض الملاحظات، قلتم أن كل قارئ له طبقة تلائم صوته. أحسنت. يجب أن يستقر على هذه الطبقة ولا يجازف لطبقات أخرى. أحسنت. بالتالي يعني طبيعة الأصوات العادية أو الأصوات الطبيعية، نعم، المساحة الصوتية الطولية
المدى الصوتي أو الارتفاع الصوتي يكون ما بين 10 إلى 15 درجة أو أوكتافين يعني. أما الانتشار فهو يعتمد على طبيعة الصوت، يعني كل صوت إلى انتشار معين، أكو أصوات غليظة أكو أصوات رفيعة تكون. فبالتالي القارئ يجب أن يحسب حسابه أنه راح يبدأ التلاوة بالطبقة رقم كذا وينتقل إلى التوسط على طبقة رقم كذا، وبالتالي يمكن أن يجيب الجواب كامل بحيث أنه ما يخل لا بالنغم ولا بالصوت. نعم، وإن شاء الله تكون هذه المعلومة لغرض الفائدة. شكرا لكم أستاذ وسام عبد السادة البصري على هذه المعلومة القيمة والمفيدة. أحبتي، بقي معنا إعلان نتائج هذه الحلقة، لكن بعد هذا الفصل انتظرونا ولا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي فضائية العتبة العلوية المقدسة. يروى عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا، فإنه نور لك في السماء ونور لك في الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة بإعلان نتائجها للمشاركات من القراء الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. فقد حصل القارئ علي فيصل قاطع الساعدي من محافظة بغداد على 34 درجة في مادة قواعد التجويد و19 درجة في مادة الوقف والابتداء، وقد حصل على 15.25 الدرجة في النغم. أما في الصوت فقد حصل على 12.5 الدرجة، فكان المجموع الكلي 80.75 الدرجة. أما القارئ الثاني محمد علي قتاد الحسيني من محافظة النجف الأشرف، فقد حصل على 35 درجة في قواعد التجويد، وفي الوقف والابتداء حصل على 18.5 الدرجة. أما في النغم حصل على 16.5 الدرجة، والصوت حصل على 16.75 الدرجة. كان المجموع للقارئ محمد علي قتاد 86.75 الدرجة. القارئ الأخير والمشارك الثالث حسين علي جبير من محافظة المثنى، حصل على 34.5 الدرجة في قواعد التجويد، وفي الصوت وفي الوقف والابتداء حصل على 17 درجة. أما في النغم حصل على 15.75 الدرجة، وفي الصوت حصل على 14 درجة. كان المجموع لدرجات القارئ حسين علي جبير 81.25 الدرجة. كل التوفيق للقراء الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة والحلقات الماضية، وننتظر إن شاء الله مشاركات للقراء الباقين معنا في هذه المسابقة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.